السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة معانا كوردليس روتاري هامر HR166D. الجهاز اللي معانا النهاردة بيجي بثلاث أشكال، في منه شكل بيجي بدون بطارية وبدون شاحن، وفي الشكل اللي هو معانا النهاردة اللي معاه طبعا مجموعة كبيرة من الإكسسوارات، وفي شكل ثالث بيجي بدون إكسسوارات بس اللي بيجي معاه عبارة عن الجهاز واتنين بطارية وشاحن. الجهاز اللي معانا النهاردة يعني قوة التركة بتاعته 1 جول. عندنا السعة بتاعت الجهاز اللي معانا النهاردة 14 ملي في الجدران، بقدر أخرم في الحديد عند 10 ملي، بقدر أخرم في الخشب عند 13 ملي. طبعا عندنا عدد الطرقات في الدقيقة بيوصل ل 4900 طرقة في الدقيقة، كمان عندي عدد اللفات 850 لفة في الدقيقة. وزن الجهاز اللي معانا 1900 جرام، حاجة خفيفة جدا وجميلة. خلينا نشوف محتويات الجهاز مع بعض. عندي طقم ريش مكون من 65 قطعة ما بين ريش تخريم في الحديد والخشب والجدران. نوعية SDS بلس، نفس النوعية بتاعت الجهاز، مش هتحتاج أي إضافة لمحول أو غيره. كمان عندي ريش بقدر أفك وأربط بيها جميع أنواع المسامير ومجموعة برضو لفك الصواميل. من ضمن المحتويات اللي معانا في عندي كفرة عشان انظف بيها الجهاز، كمان عندي شاحن، وفي عندي 2 بطارية متر 3 متر، كمان عندنا علبة شحن علشان اشحم راس الريشة قبل ما احطها في الجهاز، وعندي محدد للعمق. اوكي، خلينا نشوف بقى الجهاز ونقف على المواصفات الجميلة اللي فيه مع بعض. من ضمن المواصفات الموجودة في الجهاز ان فيه سرعات متغيرة، ودي بتحكم فيها اثناء الضغط على زناد التشغيل. خلينا نشوف مع بعض السرعات المتغيرة الموجودة في الجهاز. الميزة الثانية عندي اتجاهين، بقدر اتحكم في الاتجاه من خلال المفتاح القريب جدا من زناد التشغيل، بقدر استخدم الجهاز يمين ويسار. من ضمن المواصفات الجميلة الموجودة في الجهاز ان في كشاف بيبدأ تلقائي مع الضغط على زناد التشغيل. كمان من ضمن المواصفات الموجودة في الجهاز اني بقدر اتحكم ما بين طبعا وضعين للتشغيل، في وضع الدوران فقط وفي وضع الدوران مع الطرق. طبعا لو انت حضرتك بتستخدم الجهاز في تخريم الحديد والخشب فهتكون على وضع الدوران فقط، اما لو بتشتغل في الجدران فطبعا لازم توجه المفتاح على وضع الدوران مع الطرق عشان يخرم معاك بسهولة وبسرعة. طبعا الجهاز زي ما حضرتك شايفين مضغوط ووزنه خفيف 1900 جرام، وفي مانع للاهتزاز لو ملاحظين في غطا اهوت مانع للاهتزاز، فمش هيرج في ايد اللي شغال معانا. عندي مقبض زي ما حضراتكم شايفين، وعندي المسكه بتاعت الجهاز او اليد اللي موجوده في الجهاز طبعا زي ما حضراتكم شايفين رابر عشان اقدر اتحكم بشكل اكبر في الجهاز بتاعنا. كمان يعني خاصية البطاريات الليثيوم الموجودة دي بطاريات كويسة جدا وعمرها طويل. عندي مؤشر في البطارية بيوضح لي إذا كانت البطارية مليانة أو فاضية، فتتأكد إن البطارية بتاعتك مشحونة كويس. الشاحن اللي معانا شاحن سريع جدا، بيشحن البطارية في خلال 30 دقيقة. كمان من ضمن المميزات الجميلة اللي في الجهاز ده إنه برشلس موتور، وده موتور بدون فحمات بيكون عمره طبعا اطول بكتير من الموتور العادي، وزنه وحجمه اقل بكتير من الموتور العادي، وكمان بيكون ابرد وتكلفه صيانته اقل. بكده بنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في امان الله.